بالنسبة لمباراة الغد، مباراة مهمة طبعا، يعني مباراة مهمة جدا لعدة اعتبارات. أولا بداية دوري المجموعات لأهم بطولة على مستوى الأندية، طبعا البطولة الأفريقية، فهي مباراة مهمة جدا. وفي نفس الوقت يمكن بشكل كبير، لكن أنا ما بعترفش كده، في كرة القدم إن المجموعة اللي احنا فيها يعني يمكن أكتر فرقتين مرشحين بالحسابات وبالتاريخ، لكن الكرة خلاص ما فيهاش حسابات وتاريخ، يعني كل فترة وليها ظروفها وليها حالتها وقدرات الفرقة اللي موجودة فيها في الظروف في الوقت الحالي. لكن بالحسابات كده الأهلي والترجي هم في المجموعة دي اللي هم مؤهلين بشكل كبير ان هم يتأهلوا. لكن اللي انا عاوز اقوله طبعا بالنسبه لنا حسابات اللي هي ثابته، مباراه على ملعبك، 3 نقاط مهمين جدا جدا جدا، بتبقى بدايه كويسه طبعا، وفي الحسابات بيساعدوك بشكل كبير. لكن المشوار طويل، المشوار بيبقى طويل يعني، وانا مش عاوز اقول برضو امثله على البطولات اللي قبل كده، لكن المشوار لسه طويل. لكن 3 نقاط مهمين جدا بالنسبه لنا بكره، والفوز مهم جدا بالنسبه لنا على اساس ان المباراه على ملعبنا ان شاء الله اتمنى ان هي تتحقق. وده بغض النظر عن اي ظروف احنا بنواجهها، يعني في الفتره الحاليه في ظروف طبعا، في اصابات وفي غيابات، لكن انا عندي ثقه كبيره جدا في اللعيبه اللي موجوده. ودائما بقول ان اي لعيب موجود او اي لاعب موجود في قائمه النادي الاهلي بيبقى قادر ان هو يشارك في اي وقت. ان شاء الله بكره يعني افضل العناصر المتاحه ان شاء الله، واللعيبه عندها رغبه كبيره جدا ان شاء الله في تحقيق نتيجه ايجابيه ان شاء الله، اتمنى من ربنا نكون موفقين فيها باذن الله. ما حدش بيتكلم على كل اللي موجودين في المعسكر ان شاء الله يعني جاهزين للمشاركه في المباراه، لكن مش هديك تفاصيل يعني. ماشي، معلش يعني في مباراه بكره مش هديك تفاصيل، كل الناس اللي موجوده في المعسكر جاهزه للمباراه. بص عاوز اقول حاجه يعني، دائما لسه انا بتكلم يعني مع الصديق العزيز بقول ان دائما كل حاجه لازم تبقى تحليل وفيها يعني اعاده لحاجات كثيره جدا لما بتيجي تاخد قرار، وبالذات في البطولات المهمه دي. هو طبعا من الفرقات الغريبه جدا 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 ان حكم الغد يبقى هو حكم مباراه 2-2 على ملعبنا هنا بالاخطاء الكبيره اللي عملها، يعني عمل اخطاء كبيره جدا في البطوله السابقه. نفس الحكم السنغالي ده عمل اخطاء كبيره جدا جدا جدا، كان لنا ضربه جزاء وتفتكروا الانفراد بتاع اجايل اللي هو رايح وراح حاسبه اوف سايد، فدي من الحاجات يعني انا بقول بشير ليها يعني. فمن المفارقات الغريبه ان هو يتم نفس الحكم يبقى نفس المباراه تاني. فانا بتكلم يعني الاتحاد الافريقي اتحاد كبير، لازم يبقى يعني الحاجات دي بيرجع لها برضه تاني وما يبقاش نفس الحكم، واذا كان في، لكن هي مفارقات اتمنى ان شاء الله ما يبقاش ليها دور سلبي. لكن هي انا بقول لك احنا اعترضنا على الحكم ده، يعني اول ما سمعنا اسم الحكم ده اعترضنا عليه، وقلنا الحكم ده ادار مباراه الاهلي والترجي على ملعبنا هنا في البطوله السابقه وما كانش موفق خالص، وكان ليه اخطاء كبيره مؤثره على نتيجه المباراه، واتمنى بكره ان هو يبقى موفق ان شاء الله. يبقى مش مفاجأة، يعني يبقى مش بشكل مفاجئ بقى، لان احنا كنا طبعا محتفظين بخمس اماكن للتأييد للموسم الجديد على اساس يبقى عندنا حريه في التأييد ويبقى عندنا كم. لكن بالفعل طبعا الظروف، انا بقى طبعا من اللعيبه المميزه جدا جدا جدا، وشفناه
في المباراة الأخيرة في مباراة الأسيوطي حتى أما شارك، يعني يمكن كان ليه دور إيجابي جدا في تحويل أدائنا بسرعاته المميزة وقدراته. إن شاء الله ربنا يسعدك إن شاء الله. فأكيد طبعا يعني الإصابات اللي حصلت في الفترة الأخيرة و يعني ثقتي في باقة وقدراته، وهي دي كانت القرار ان هو يتأيد يعني يبقى موجود معانا طبعا ان شاء الله، ويبقى موجود ضمن الناس اللي هيبقوا موجودين في مباراة الغد ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل. عمال تستفزني في اسئله مهمه، بس احسن سؤال بتاع التحكيم ده، لان فعلا يعني كان لازم نتكلم فيه موضوع التحكيم ده. هو لا يعني هو عمر حسام البدري ما بيبقى لوحده، يعني انت تتكلم عن النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وحسام البدري، اتمنى ان احنا نبقى موفقين بكره، وفي نفس الوقت زي ما انا بقول دائما كل وقت وله ظروفه طبعا، تحت اي ظروف بقول تفكيرنا بكره في مباراه الغد ان شاء الله باذن الله ان احنا نكون موفقين باذن الله، وتفكيرنا في الثلاث نقاط ان شاء الله بشكل كبير جدا، واللعيبه عندها اراده كبيره جدا 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 برغم اي ظروف، ده تفكيرنا ان شاء الله نبقى موفقين فيه باذن الله، وتكون الدوافع اللي موجوده، لان ساعات ما بيبقى في دوافع صعبه اعتقد ممكن تتحول لدوافع ايجابيه يعني. فان شاء الله ده اللي يبقى موجود على ارض الواقع وارض الملعب ان شاء الله باذن الله بكره ان شاء الله باذن الله. اتفضل. عادل عساوي كان طبعا بدعمك بشكل خاص، لان انت واحد من اكبر المبادرين اللي بيدربوا النادي الاهلي. الله يخليك. هل الكابتن حسام البدري يعمل بأريحية وبدون ضغوط في الوقت الحالي؟ لا، على طول الظروف في النادي الأهلي بيبقى فيها توازن يعني، لكن في طبيعة الحال في كرة القدم أما بيبقى فيه متغيرات شوية، الإحساس بيتغير، مش إحساس المسؤولين، في إحساس جماهير، ودائما أنا يعني مؤمن بقاعدة الجمهور مش كله يعني معظمه والقاعده الكبيره منه بيفكر بقلبه، وده حقه وناديه اللي بيحبه كده، ففي اوقات بتبقى ظروف كويسه بتلاقي الاجواء كان انا بتكلم عن حته القلب، لو حللنا المباراتين طبعا اللي ما كناش موفقين فيهم هنشوف برضو كميه الفرص وكميه السيطره، لكن ما فيش توفيق وهي دي كره القدم، فانا طبعا الكلام ده كله انا فاهمه وعارفه وده الواقع لازم اتعامل معاه، فانا متعود على كده وبعود اللعيبه على كده، لكن كل واحد طبعا بمدته وخبرته اللي بقى له باع كبير ومن لعيبه وسنين كثيره بيبقى متعود طبعا ومجهز نفسه عنده خبرات، نفس الكلام بالنسبه للمدرب لما بيكون مر يعني فترات متنوعه متباينه كبيره لسنوات، يعني زي ما انا عشتها في فترات كثيره بتبقى صعبه وفترات، فاكيد انا مؤهل للكلام دوت، وفي نفس الوقت بتعامل وبفصل بين كل الامور يعني بفصل، بس كل حاجه بحطها في اعتباري والجماهير بحطها في اعتباري بشكل كبير، هي الاهم يعني الجماهير هي الاهم، وبتمنى ان شاء الله انا واللاعبين بكره ان شاء الله نسعد جماهيرنا ان شاء الله باذن الله.